مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني بسبب ارتفاع نسبة البطالة وظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، جاءت حملة الربيع التي أطلقتها شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية لتشجيع المستهلك الفلسطيني على شراء عبوة الحليب الجديدة بسعة لترين بما يناسب القدرة الشرائية للمواطن، وللمساهمة أيضاً في التقليل من تكدس الحليب لدى مزارعي الأبقار. الحملة التي أطلقتها الشركة مع بداية فصل الربيع تم تمديد سريانها حتى نهاية حزيران الجاري ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين. كانت من إحدى الأمور اللي إحنا بادرت إلنا نبدأ بحملات لمساعدة المستهلك الفلسطيني للمحافظة على استمرارية الشركة، وخاصة أن القطاع الألبان هو قطاع يعتمد على الزراعة وخاصة تربية الأبقار. في الآونة الأخيرة كان في هناك معاناة كبيرة بفائض من كميات الحليب، والمزارع الفلسطيني بدأ بالمعاناة بهذه الظروف. فكانت المبادرات من شركة الجبريني طبعا بإحدى الأصناف الرئيسية، وهو بحملة الربيع على منتج الحليب الطازج، اللي هي شركة الجبريني أول الشركات التي طرحت هذا المنتج بالسوق. ولتشجيع المستهلك على شراء عبوة الحليب بسعة لترين، تضمنت حملة الربيع العديد من الجوائز القيمة التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع. بالنسبة لحملة الربيع عند جبريني حملة كويسة وما شاء الله عنها، وضعها ممتاز عندنا في المحل هون، عليها إقبال من الزبائن، والجوائز اللي موجودة فيها حقيقية كتير، يعني عدة أشخاص ربحوا لنا في المحل هون، بل عليها ممتاز جدا والله، يعني مسحباتنا ممتازة جدا معهم، ووضعها ممتاز جدا في بيعها، وعليها إقبال من الناس، حتى في ناس يعني بيسألوا عنها يعني إذا خسرت عنا البضاعة أو مش موجودة في المحل، فبنضطر نتصل على الشركة يجيبوا لنا. الحملة وبما تضمنته من جوائز لاقت إقبالاً كبيراً واستحساناً من قبل المستهلكين في المحال التجارية في جميع المحافظات. حليب الجبريني حليب ممتاز، أنا من سنين ما بشتري إلا الجبريني لأولادي، مش على سبيل الدعاية يعني، وفعلياً كنت أشتري العبو اللي بتكون كرتونتين مع بعض ملزقين، ولما صار في حملة صرت أشتري من هاي، وإحنا يعني كل يوم وحدة استهلاك يعني اللي عندنا، لأنه عند الأولاد بس هذا الحليب. الأولاد تشجعوا بزيادة لما شافوا الجوائز إنه يشربوا الحليب يعني يخلصوها، فإنه إحنا أصلاً من زمان الاستهلاك عالي على الحليب، بس فعلاً بكونوا لما أجيب العلبة متحمسين يفتحوها عشان يشوفوا الجائزة. إحنا بعدنا عن الأرض، صرنا نأخذ 400-500 شيكل وسوينا مصاري، بس هاي سكرت صيد 7 شهور متنا من الجوع. لا، نرجع لأراضينا، منظل مستمرين، منحافظ على أراضينا ومندعم المزارع ومندعم. وهي مثلاً المنتج أيوة جبريني، عليه دعاية وعليه إعلان مثلاً إنه كبروا الحجم وسعر أرخص من الإسرائيلي وأنظف من الإسرائيلي وكفي فلسطيني. هذه تعتبر عائلية، يعني بدل ما تشتري لتر أو نص لتر وشيء، لا لترين، هذه بتكفي للعائلة كلها. جبريني تطورت وصارت تعمل صناعات يعني أكثر من، يعني كل يوم تتطور أكثر وأكثر. تعد شركة الجبريني لمنتجات الألبان والمواد الغذائية من الشركات الرائدة والمنافسة في قطاع الألبان في فلسطين من حيث الجودة العالية والمنتجات التي يتجاوز عددها 130 صنفاً، علاوة على دورها في المساهمة المجتمعية وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتشغل الشركة أكثر من 500 عامل وموظف في مصنعها وفروعها ومستودعاتها المنتشرة في الضفة وغزة.